شرفت بالمشاركة ضمن الوفد الممثل للدولة برئاسة معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع لحضور الاجتماع 75 لجمعية الصحة العالمية والمنعقد في جنيف في مايو 2022. قدمت دولة الإمارات مشروع قرار لوضع إطار عمل وخارطة طريق لجودة الحياة الصحية، وبعد المداولات اللهم لك الحمد اعتمدت جمعية الصحة العالمية مشروع القرار الإماراتي بالإجماع وموافقة جميع الوفود المشاركة. يعد هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ جمعية الصحة العالمية، ويأتي تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في الدولة، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة وأهداف التنمية المستدامة، مما يجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة الصحية.